جانب أمناف. منتخب لبنان مطالب بالحذر الدفاعي. كرة خطيرة، هدف أول، كرة خطيرة وهدف أول، راسية مباغتة من جانب زفار بابا جناف. قلت مطالب بالحذر الدفاعي منتخب تركمانستان يباغت منتخب لبنان براسية قوية من كرة ثابتة ملعوبة بجودة عالية من أمناف، ورأسية زفار بابا جناف تباغت الحارس مهدي خليل. الأخطاء الدفاعية تتواصل على مستوى التمركز من جانب المنتخب اللبناني.